يعني مع الأسف يعني ده البلد العراق مر بظروف يعني جدا صعبة. يعني إذا كانت 2007 انت هني اللاعب شو يصير فيك؟ اللاعب هني إذا كانت عنده مباراة مهمة وتجيها الأخبار أوقات اللي تعفس. إيه هذا نفس اللي صار ب 2007 خالد. هو يعني إحنا تذاك اليوم ذكرت في شيء يعني جميل جدا، قلت إنه العراق أخذ كأس آسيا 2007 ما كان مجهز إنه يأخذ البطولة. صح. فإحنا الأحداث اللي صارت اللي رافقت البطولة، أنت تخيل مثلا في نصف نهائي وتفوز على كوريا ويصير انفجار ويموتون شباب وبنات ونساء ورجال، وهذه وحدة من الأمهات كانت فاقدة ابن وقالت ما سوي عزة أيوه إلا ما تجيبون الكاس إلا تجيبون الكاس. الله يعني شوف إيه صح إيه إلا ما تجيبون الكاس. فتتخيل شنو ردة فعل اللاعبين. الله بس تخيل إنه شنو ردة فعل اللاعبين. فاحنا يعني بيني وبين نفسي وحتى يعني نور والولد هسه نور موجود هنا ابو زين، ف يعني انا اقول الله يصبرنا اليوم المباراه اليوم النهائي، لانه بس نريد يعني تجي النهائي بس نريد نوصل للمباراه ونريد خلاص نلعب. فذاك اليوم كنا نحكي انا وعمر عمر غاندي قال نشأت انتوا غلبتونا، ما غلبتونا بتكتيك وغلبتونا بهذه، انتوا غلبتونا بالروح، انتوا داشين المباراة خلاص ماخذيها البطولة. قلت له ايه لو تعيدوها 10 مرات رح نرجع ناخذها. ليش؟ لانه الاحداث اللي صارت خالد، الاحداث اللي صارت يعني تتخيل كل مباراة تفوز يصير انفجار ناس تموت، لا اله الا الله، كل تعبر مرحلة الناس تجي تتمسك اكثر بعد، يعني تفوز تطلع الناس تحتفل، يعني الشعب العراقي يعني فتشي عظيم والله العظيم اقسم بالله فتشي عظيم، يعاند الموت، يعني ناس تموت يطلعون بالشارع، يعني حتى احنا قمنا نتوسل يعني ندز لهم رسائل شوي احتفلوا على كيفكم لا تبالغون بالهذي حتى اطلاق النار اطلاق النار بالهذي شوي شوي ان شاء الله احنا وياكم، لا يطلعون بالشارع لحد ما وصلت مباراه ويا كوريا الجنوبيه اللي ابو زينب تألق بيها طلعنا بطل المباراه فهي يعني انا من هذا المنبر واتمنى وقفتكم ويانا، اتمنى انه يرفع الحظر عن العراق. امين. تجون وتشوفون العراق وتشوفون هذا الجمهور العراقي الحلو اللي موجود، يعني بطوله غرب اسيا للشباب ما حد ما مهتم بيها، تروح الملعب تلقى 58,000 يمكن بطوله مغموره ابو ما حد يدري بها، الشعب العراقي يدري عنها 58,000 والبطوله بثلاث محافظات صارت، يعني هذه كذبه الامان وكذبه هذه ترى ما موجوده لله الحمد، اليوم الوضع تمام والبلد امن الحمد لله، ونتمنى هاي الجمعه هذا المجلس يكون بالبصره ان شاء الله تكونون كلكم موجودين ان شاء الله وتفرحون هالجمهور هذا اللي يحبكم. هسه احنا ما شاء الله هسه الجمهور العراقي كله قاعد يتابع وكل هذه، فيعني اريد كل وقفتكم، يعني انا هسه اشوف اكو هاشتاج جدا كبير من اخواننا الاعلاميين العرب ووقفه كبيره، فاتمنى من عندكم انه شويه يصير ضغط على الفيفا، شويه يصير ضغط على الاتحاد الاسيوي حتى انه نرجع نلعب، يعني اللي يقدر يعني للامانه يعني هسه احنا يعني انا من لعبت كره لليوم خلصت عمري انا عندي 114 مباراه دوليه بس اثنين بالعراق كلهن لعبتهن بالامارات وبقطر وبالاردن وبسوريا، فلله الحمد الكل كان محتضننا، الكل كان ما يحسسنا انه احنا يعني برا بلادنا برا يعني برا العراق او هذه، لكنه هم من حق الشعب العراقي هم من حق اللاعبين العراقيين انه يستمتع بجمهوره او جمهوره يستمتع بلاعبين. عقيل نيمار المنتج المنفذ لهذا الاصدار عقيل نيمار.